يا طاقة النوك داون الأول نبدأ الطرف الآخر ضربات موجودة وحصار صعب طبعا يخاف الله عليك فرق الغلق نوك داون اول بثاني ولا كيف الكلام الجنجستر سهال الجيكي الصفيق الجيكي يعود اسم عريق من امام الجنجستر في هاي اللحظات نشوف حاليا ضربة الشوت لا 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 الشوت يا الشوت ايش بتعمل يا المجنون ايش بتعمل يا ولد يا ولد طيب الاسطوري صراحه اللي تعجب عنده النداد حاليا طبعا حتكون هي الحل ربما من هذا الفايت بحكم الفرق العدد الموجود عماد بن ادونه يخطف على عمر النوك داون خرج عماد ولكن سقط عماد دحم يعطي الدوري الثاني هل ممكن يعملها دحم هل ممكن يدفل دحم يا ولد يا مجنون صار محاصر لا بعد الحدود ده. حاليا راجناروك ما زال ينتظر معانا بشده عنا تحركات طبعا من طرف التست يحاول يحصل اي فيجا ممكن وراجناروك يحاول من داخل هاي السموكات يحصل اي رؤيه ممكنه يخرج طبعا للداون التست من النواحي الاخرى يتحرك راجناروك خلاص عمليه البوش وارده عمليه البوش حاضره راجناروك من الداون الاول هل راح يلحقها بالثاني ولا كيف الكلام راجناروك يا راجناروك يا راجناروك يا مجنون يا ولد يا ولد فريق الباري بيكرز يسبب خساره ورا خساره طبعا بالنسبه لفريق الجي كي دحم يا دحم ينطلق في هاي اللحظات اللي هو بيحاول ياخذ ضربه خاطفه ضربه الناهيه رايسي بوسبيد يا رايسي دحم خلاص يتجنبها الله 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 عماد من بعيد طبعا يعطي الدعم ويعطي طبعا النوك داون حاليا خلاص نشوف معانا اخر لاعبين فريق الباري بيكرز دحم هل راح يعطينا الضربه الخاطفه الضربه الناهيه روح يا الصوره روح يا ملك روح يا الجي كي روح يا الاساطير حاليا من الطرف الاخر دحم خلاص سيبنا الفينش يبقى لعب اخير امامنا الشوت جان في فايت في 1 تكون فتاك لابعد الحدود عماد ودحم هل ممكن حاليا طبعا نشوف يعني وقوعهم او خلينا نحكي هل راح نشوف نهايتهم من امر جبال ورا جبال وابداع ورا ابداع وعماد حاليا من الطرف الاخر خلاص الجي بي يقطع نهايه فريق الماري ميكرز ضربات موجوده في دي او بي ويحاول طبعا هافاليك قد ما بيقدر يعطي ضربات بالشوت جان بحيث انه يمنع عمليه البوش من طرف فريق الجي بي ويرعبهم فيصل من النواحي الاخرى وفريق الكاسل بلاك الضغوطات طبعا ما زالت مستمره ار تي جي يحصد الكلات ار تي جي يدمر RTG يبدع RTG بطل الميرابول RTG أسطورة الميرابول وحاليا الإيراني كيو آخر اللاعبين حاليا الشرقية وفي نفس الوقت لاعب أخير آخر لاعبين فريق RTG من الناحية الأخرى وحصار فريق الجي كي بداية سريعة هذه هي السانوك هذه هي السانوك هذه هي السانوك الجي كي ودانا في المركز ال 17 بأربع كلات نشوف وداع وين راح نشوف إقصاء فريق الرعد ولا كيف حيكون الكلام وجي طبعا معانا النوك داون الأول وحاليا طبعا في هاي اللحظة معانا ولا كيف حيكون السيناريو على الطرف الآخر اوجي منو بيعاني على نو اتش بي طلقة موجودة من بعيد من طرف فيفو طلقة ورا طلقة ورا طلقة يا مانو يا مجنون ردة فعل مخيفة كانت متواجدة معانا وحاليا الاوجي يبقى معانا اخر اللاعبين واخر الامال بالنسبة له طبعا لفريق الرعد هل راح يقدر معانا انه يتقدم؟ هل راح يقدر معانا انه ينهي مشوار تطويلة؟ ولا كيف حتكون الاوضاع؟ بيك اول موجود، البيك الثاني حاضر بالشوت جان، الشوت جان مخيفة، الشوت جان مرعبة، الشوت جان مرعبة، الا انه الرعد في المكان، الا انه الاوجي حاضر، وحاليا اخر 18 طلقة في ال يا ولد يا ولد يا ولد في صراع امام فريق روت وكلوري بالاوتسايد او عفوا هم في داخل الزون هم في داخل سنتر الزون يضرب ضرباته ويحاول طبعا انه يضمن اي فينش ممكن على لاعبين فريق الماري ميكرز ماري ميكرز حصار ورا حصار ضغط ورا ضغط يا ماري ميكرز اي سي بوس وذ نوك داون فينش اللي حضر على حمودي وحاليا ثلاث لاعبين من الجانجا ستارز ابليك يحاول يعطي نيد ورا نيد قنبله ورا قنبله يدور على الاقصاء على الجانجا ستارز يجي كيف من الطرف الاخر يعاني ونشوف سي ار 7 اخر اللاعبين اخر الابطال اخر المحور لسه دحم 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 ما زال موجود عند نيد سيار سبنا عكبت بسبوت الدحم صراحة اللي كان ورا أروع الفوركين هاي إذا أصبحت قريبة صراحة الجي كي يعود في هذا الفايت الجي كي يدمر الفوركي وحاليا في هاي اللحظات مزيري كآخر الأمانة وآخر الأساطير نشوفه بيعاني من دخول فريق الفوق وضربات الفوق اللي بدأ يطمح طبعا معانا في هاي اللحظات لا اصطياد هاي الكلات الطائشة خلينا نقول في داخل هاي الزون على الطرف الآخر ماري ميكرز نشوف انه خلاص يحتر كواو النيل ولا روحه شوف حاليا الاضرار الكبيرة اللي سببها
خلاص لوكداون الاول خلاص يحضر. واو النيدر ولا روحه، النيدر الخياليه، النيدر الاسطوريه، وقف لك اللي يعطي الفينش.